يسعد مساكم يا رب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندي أكلات كتير كتار وكتير طيبين. عندي هون المتبل، البتنجان المشوي، عندي هون البطاطا الحارة، هاي البطاطا هون مقشرة وغسلها منيح، عندي هون البتنجان المقلي بدنا نقليه بدون ما يشرب زيت، هلا حتشوفوا الطريقة، وعندي هون الثوم والحر المتبل والبطاطا الحارة. وأكلاتنا اليوم يعني عن جد كتير طيبين، بتمنى منكم تتابعوا الفيديو بالتفصيل لحتى تعرفوا الطرق. هلأ هنبلش بتقطيع البطاطا. هيدي أول شيء هنبلش تقطيع البطاطا وانتوا معي. بتمنى منكم انكم تتابعوا الفيديو كله لحتى تعطوني رأيكم بهالأكلات اللي عم نعملها اليوم. شوفوا كيف حبة البطاطا لازم تكون. هلا من بعد ما قطعنا البطاطا شوفوا كيف طلعت معنا لمكعبات لهذا الشكل. هلا بدنا ندق الثوم والحر. جهزناهم للمتبل وللبطاطا الحرة. هلا حنقلي البطاطا نحنا، طبعا بتحمو الزيت تكون حامي. مزبوط وهلا بدنا نقطع كزبرة. شوفوا كيف صارت معنا، حسب انتو اذا بتحبوها ناعمة ولا خشنة، انا نعمتها على الاخر. وهلا بدنا نقطع المتبل يعني نعمه قد ما فينا لحتى نحط له الثوم والحر. هاي الثوم والحر اللي دقيناهم، يا عيني الريحة كيف يعني روعة. رشة ملح. وهلا بدنا نعمل باذنجان المقلي. شوفوا لي هاي مقطعه على هذا الشكل، شوفوا كيف حبتها، شوفوا السماكه كيف. هلا بدنا حطينا شويه زيت بالمقلاية هون، بدنا نشيل البطاطا الحره. شلنا البطاطا. هلا عنا هون الثوم والحر، بدنا نقليه شوي مع الزيت قبل ما نشيل البطاطا، يعني بنقليه شوي من. شوفوا الريحة يا عيني، يعني الريحة بتجنن. هلا بدنا نقلي شوية كزبرة كمان معهم، بنخلي شوي نحطهم على الوجه، ما بنقليهم كلهم. هاي الكزبرة عنا هون، يا عيني الروايح. عنا يعني عن جد جعت أنا كتير. بنقلبهم شوي. يعني شوفوا المنظر. هلا بدنا نشيل البطاطا فورا دغري على المقلاية اللي قلينا فيهم الحرات والكزبرة والثوم. انا حمصت، بحبها محمصة تطلع البطاطا الحرة يعني. هلا بعد ما قليناها بنرشلها الحامض اخر شي، وهيك بتكون جاهزة معنا. هلا بتشوفوها. هلا بدنا نقلي الباذنجان، شوفوا الطريقة كيف. حطينا ملح بقلب الطحين وبنحط الباذنجان بهالطريقة، بنلكه منيح بالطحين وبعدين بنسقطهم. بهاي الطريقة ما حيغيب معكم زيت ابدا. دايما عالم تشتكي من الباذنجان عم بيشرب زيت وما بعرف شو، فهي الطريقة بس حطوا له طحين وتشدوا عليه هيك بطحين يعني يمسك على الباذنجان، فما حيشرب زيت معكم. شوفوا كيف هاي بالزيت صاروا. هلا بدنا نبلش بالسردين. هذا السردين
حطيناه بطحين هون وبدنا نقليه بالزيت. شوفوا كيف هيك نشبعه طحين. تمام، هلا بلشنا بالقلي. طبعا هلا بدنا نغير الزيت لانه بدنا نقلي بطاطا كمان. شوفوا يا عيني على السردين، اوميجا 3. شوفوا شوفوا كيف مثل الذهب. ولا هون الباذنجان، شوفولي شوفولي يا الله، شوفولي كيف بشهوة. ولا حتشوفون اخر شيء يا عيني. هاي السردين هون شوفون بالمقلى، شوفون بني وبالذات. اسمعوا الصوت بس ولا الريحة يا عيني. والله أنا جعت كتير. يعني اليوم أكلتنا متنوعة الأشكال والأطعمة. شوفوا السردين كيف. عندي البطاطا هول آلية ونص آلية. طبعا أنا منزل بوست على البطاطا اللي بده يشوفه. هلأ غيرنا الزيت، نحن سقطنا البطاطا. شوفوا البطاطا مثل الذهب. بس تقلوها نص قلي البطاطا بالفريزر وترجعوا تقلوها، يعني تبعوا الطريقة اللي نزلتها على قناتي أنا، فتطلع معكم كتير جيدة. شوفوا لونها كيف، ليكو ليكو يا عيني. شوفوا عندي المتبل هون، ليكو المتبل. والله البطاطا الحرة، ليكو البطاطا الحرة. شوفوا ريت فيكم تاكلوا معي، بتجوا أهلا وسهلا. ليكوا السردين هون مع خبز المحمص، يعني كله عقصوله، كله عقصوله. شوفوا لي الباذنجان المقلي هون، ولا أروع من هيك. ولا البطاطا المقلية يا عيني، ليك كريسبي كريسبي طالع. صحتين وألف هنا.